حبيبي في عيوني وتم عن طال، حبيبي في عيوني وتم عن واسأل عيوني إيش كثر كنت حاتيك، إيش كثر كنت حاتيك، شوق الحيارة داخل العين بين، شوق الحيارة داخل العين بين، وخلاني شوقي طول ليلي أحاتيك أحاتيك. مشاهدي الكرام، ضيفنا في سهرتنا المنوعة فنان بدأ بالتلحين، قال في حديث إذاعي ما راح يحترف الغناء، لكن بعد سنتين غنى مجموعة من الأغاني. باسمكم مشاهدي الكرام أرحب بالمطرب والملحن سليمان الملا، حياك الله معنا. الله يحييك. ليش احترف سليمان الملا الغناء وليش كل الأغاني اللي غناهم من ألحانه؟ طبعا الله يسلمك. يعني كبدايتي كملحن أنا تعاملت مع مجموعة مطربين، ومن خلال البرامج الإذاعية الصباحية طبعا أحد المخرجين طبعا طلب مني أني أغني الألحان اللي معمولة للفنان المطربين أغنيها على العود. فيعني ما أدري الفكرة نفذتها وسجلت مجموعة الأغاني هذه الألحان اللي أنا مسويها للفنانين طبعا، من فدوة تلج وأيما عزة ووعدتيني واسكت ولا كلمة وأرجوك يا من كنت حب، يعني مجموعة الألحان اللي أنا سويتها للفنانين على العود. فمن خلال البرامج طبعا الصباحية اللي تذاع نزلت مجموعة الأغاني طبعا. فطبعا إخوان المستمعين سمعوا واستفسروا طبعا من هذا الأخ اللي يغني على العود وهذا، فطبعا من خلال مقدمي البرنامج قالوا أن هذا الملحن فلان فلاني هو اللي عامله. فطبعا السؤال هنا يقول ليش هذا الملحن ما يحاول يغني؟ يعني احنا سامعين أنه هذا الملحن أنه ممكن يعني يعمل شيء إذا غنى عمل ألحان أو غنى من ألحان غيره، ولكن ليش ما يحاول أنه يغني أغاني جديدة و يعني كتجربة؟ هذا الطرف. طبعا انا مجموعه زملائي من خلال الالحان الغنيه طبعا يقول ان صوتك زين وحاول انك تغني، يعني من خلال الاشياء هذه العرض العرض علي اخوان المستمعين طبعا، فحاولت اني اجرب نفسي. وبنفس الوقت طبعا في الاذاعه اقتنعوا ان انا ممكن اغني، فحاولت اني اجرب نفسي فغنيت اربعة اغاني مجموعه يعني. فيعني ما تصورت إن المستمع يعني المشاهد المستمع تقبلوا هذا الشيء. فتجربة كغنائية نجحت فيها، وطبعا ساندوني وقالوا حاول إنك أنت تعطينا أشياء جديدة بعد. فغنيت مجموعة ثانية وغنيت أغاني وطنية والحين ماشي الأمور تمام. يعني اللي هي أول أغنية لك إيش كانت؟ هي مجموعة الله يسلمك أربع مجموعة أغاني. أول واحدة سجلتها مثلا إيه وين أرضك وين سماك، هذه طبعا الأغنية اللي خذت شهرة نعم فيها، وبعدين من خلال الأغاني طبعا بديت أنعرف. يمكن الآن عندك أكثر من 12 أغنية. إي نعم عدل؟ نعم. صراحة سليمان هل تعتقد أنك تركت بصمة من خلال هالأغاني؟ شوفي الألحان اللي أنا أعملها للمطربين فنانيننا، يعني كل مطرب يتميز بصوت معين وبطبقة معينة أكيد، ومن خلال طبعا الألحان اللي أنا أسويها أنا عارف الطبقة البعد الطبقة اللي أنا أغني فيها. فطبعا نفس الألحان أو على قولتك البصمة اللي أعملها نفس الموجودة في المطرب أعملها في اللحن المطرب نفسه اللي يغني لي، وبنفس الوقت ممكن أعمل بصمة من خلال اللحن اللي أنا أغنيه، لكن اني اعمل بصمه بصوتي حق لحن معين ما اعتقد. لكن هو كل عمليه غناء واحساس اداء توصيل للمستمع هذا كله.
ايضا عرف ان عندك مجموعه من الاغاني الجديده نقدر نقول اشترك في تلحينها اكثر من ملحن. تعتقد ان الالحان الجديده اضافت لصوت سليمان الملا شيء جديد؟ يعني وظفت صوت سليمان اكثر من الحانه لنفسه؟ في شغله واحده احب اقولها، انه بعد ما نزلت مجموعه الاغاني هذه من ألحاني، طبعا كلها جميعا من ألحاني، أطلبوا مني أيضا أني أنا أحاول أني أغني إحساس ملحنين، ليش ما تحاول تغني من ألحان الغير؟ نعم. فقلت أنا ممكن يعني أغني، لكن هل وفق أو لا وفق، هذا طبعا شيء بيد الله طبعا والتوفيق من عند الله. فطبعا الأستاذ غنام الديقان هو أول شخص كملحنين عرض علي لحن مع الأستاذ مبارك الحديبي، وشجعني وقال لي أنا أعتقد أني لما تغني من ألحاني أنا أعتقد أنه ممكن تأدي شيء بلون جديد بإحساسك، لكن بطريقة ثانية من إحساس ملحنين. وبنفس الوقت أقول لك شغلة واحدة، غنام الديقان أو راشد الخضور أو محمد الرويشد أو أي الملحنين الكويتيين، طبعا أنا أسمع ألحانهم دائما يعني معهم في التسجيل او اسمعهم من خلال الاذاعه والتلفزيون، اسمع الحانهم واعرف البعد منهم. فلما يعرض علي لحن من الحانهم لي انا أعتقد يعني ممكن ادي بطريقه معينه، ولكن في الروتين يعني ممكن بتوجيه من عندهم ممكن انا ادي بالطريقه اللي هم يبونها. فالتوجيه هي طبعا من المستمع، حاول انك تغني من الحان الغير. زملائي من خلال طبعا النجاح الاغاني اللي انا غنيتها، فكلها طبعا هذا التشجيع، وما زلت انا اعتز فيه حقيقه. فجربت اني انا اغني ملحان طبعا ملحنين جدد، والاستاذ غنام الديقان طبعا عمل لي لحن، والاستاذ راشد الخضر عمل لي لحن، والاستاذ محمد الرويشد عمل لي لحن، بالاضافه طبعا حق الحاني موجوده بالشريط. ايش رايك نسمع مقطع اغنيه مثلا من الحانك ومقطع ثاني من الحان الغير؟ ايه اسمعك الله يسلمك، اسمعك لحن الاستاذ غنام. انا عيبي اني اضعف ومن اقل كلمه وتحاشى يا حبيبي، لا يصير بيننا اختلاف، لا يصير بيننا اختلاف، لا يصير بيننا اختلاف، لا يصير بيننا اختلاف. شوف طيبي يا حبيبي وين وداني، وين وداني. شوف طيبي يا حبيبي وين وداني، وين وين وداني. من كثر حبي وعطفي قمت تتحداني، تستغل ضعفي. من كثر حبي وعطفي قمت تتحداني، تستغل ضعفي. لا يتحكم فيك يا روح الغضب، لا تصير انت بالفرقة سبب. صبر صبر يا عمري صبر، لا تعجل بالأمر. تسلم. هو عادة الملحن إذا غنى ما يغني الحان غيره؟ يصير بس يخاف طبعا من شيء معين انه يفشل، ولكن ما دام معي ملحنين كبار وزملائي بنفس الوقت في مجال التلحين وعارف البعد اللي يشتغلون فيه، فبعتقد يعني انا من خلال العمل وتسجيل الحان الملحنين تشوفيني مو ملحن، تشوفيني انسان اوجه مثل ما يوجه كل مطرب، بحيث الجمله هي سليمه، الجمله لا تقال كذا كذا كذا، تشوفيني اتوجه توجيه السليم، وهذا واقع وانا رضخت فيه، رضخت يعني الامر الواقع والحمد لله. يعني هذا مع الحان الغير؟ ايه
طيب انت تقول الواحد يخاف من الفشل، يعني هل هني الواحد ممكن يخاف من انه يكون في مقارنه هذا من الحان وهذا من لا؟ ربما يقول والله الملحن الفلاني لما غنى من الحان غيره يعني ما ادى بالاسلوب المطلوب. فانا الحين اقول حق المشاهد او المستمع يعني حكموا علي من خلال الالحان اللي غنيتها، الحان الملحنين طبعا، واتمنى ان شاء الله اوفق مع الملحنين. اذا سمعنا لك قبل شويه لحن للفنان خالد الزايد اللي قبل شويه قلته، هاي لحن خالد الزايد، هذا استاذ غنام الدقام. غنام الدقام العفو. نبي نسمع شيء من الحانك. انا ترى والي ثلاث اربع الاغاني اللي غنيتها من الحانك. إيه؟ يمكن انت بدايه ما حد كان لحن لك، بعد فتره والله قدمت اكثر من لحن. يعني اتوقع لما تكون مع ملحن واحد. إيه؟ لا هيت يعني اكثر يمكن. لا بس ان شاء الله اسمع ايش لحن من الحان يعني من خلال الاعمال الجايه. هذا الكلام الله يسلمك كلام استاذ مبارك الحديبي ايضا. نار الهوى فيني كلي وثلثين قلبي ترى شب، نار الهوى فيني كلي وثلثين قلبي ترى شاب، وجانك تبيني يا خلي الحق على باجي القلب، الحق على باجي القلب، ونار الهوى فيني كلي وثلثين قلبي ترى شاب، نار الهوى فيني كلي وثلثين قلبي ترى شاب، وجانك تبيني يا خلي الحق على باجي القلب، الحق على باجي القلب. تسلم. بقى سؤال أخير. تظن منه راح يتغلب على الآخر في المستقبل، سليمان الملا المطرب ولا سليمان الملا الملحن؟ شوفي أقول لك شغلة واحدة، هو الملحن والمطرب نفسه، ولكن كبدايته كملحن طبعا هو الأساس، ولكن الملحن نفسه يحب أنه يجتهد شوية بمجهوده، تشجيع من اخوانه المشاهدين المستمعين واخوانه الفنانين، وبعتقد ان شاء الله راح ربنا يوفقنا. يعني الكفه تكون لا كفه كملحن انا بعتقد هي الراجحه، لكن شويه عاد التشجيع هو في نوع من واحد يسند.